السلام عليكم، حياكم الله في الفصل الأول نظرة عامة على الحوسبة السحابية. في الفيديو السابق تعرفنا على فوائد الحوسبة السحابية، وفي هذا الفيديو سنتعرف على أهم مزودي الخدمات السحابية. فما هي الشركات في العالم التي تقدم الخدمات السحابية؟ في هذه الشريحة نجد أهم الشركات في العالم التي تقدم الخدمات السحابية، ولكن في البداية نود أن نلاحظ أن هذا الرقم وهو Worldwide Cloud Infrastructure Service Revenue in Quarter 2 لعام 2019. نلاحظ أن الرقم ضخم، 23 بليون دولار كان الدخل القادم من الخدمات السحابية التي تقدمها هذه الشركات في الربع الثاني فقط من هذا العام. الآن من هم أهم الشركات؟ في البداية نجد أن الرائد في هذا المجال هو شركة أمازون. فأمازون ليست موقع تجارة إلكترونية فحسب، إنما تقدم الكثير من الخدمات السحابية، ونجد أنها تحصل على نسبة 33% من حصة السوق في العالم، بمعنى أن ثلث الشركات في العالم التي تستخدم الخدمات السحابية تستخدمها عن طريق أمازون. تليها شركة مايكروسوفت بنسبة 16%، ثم جوجل بنسبة 8%، ثم تتبعها شركات أخرى بنسبة أقل مثل أي بي إم، علي بابا، سيلز فورس، أوراكل وتينسنت. الآن أكثر ثلاث شركات مشهورة بتقديم الخدمات السحابية وبتقديم الشهادات وبالانتشار عبر العالم هي أمازون، مايكروسوفت، وجوجل. أمازون الخدمة التي تقدمها اسمها AWS، Amazon Web Services، هذه منصة الخدمات السحابية، بينما مايكروسوفت فاسم الخدمة مايكروسوفت آجر، وهو الذي سنحاول التعرف عليه في هذه الدورة. أما جوجل فاسمها جوجل كلاود بلاتفورم. ولمن لم يتخيل بعد ما هي الخدمات السحابية أو ماذا يمكن أن نستفيد منها، فأود أن أختصر له القول بأن كل ما يخطر في البال من خدمات تقنية المعلومات تقدمها هذه الشركات، من أبسطها مثل خدمة التخزين أو خدمة الكمبيوتر إلى أحدثها والتي ربما لم يدرسها الإنسان أكاديميا في الجامعات، وإنما هي مجالات جديدة مثل ماشين ليرنينج، تعلم الآلة، أو الـ IoT، إنترنت الأشياء. ولكي نأخذ صورة عن هذه الخدمات، صورة سريعة، لنطلع على صفحة الخدمات لكل شركة من هذه الشركات الثلاث. فنأتي إلى هذا موقع aws.amazon.com، فنشاهد هنا البرودكتس أو الخدمات التي تقدمها أمازون. فنلاحظ هنا أن البرودكتس أو المنتجات أو الخدمات السحابية التي تقدمها أمازون تقسمها إلى أصناف، إلى مجالات معينة. فعلى سبيل المثال نأخذ بصورة سريعة، مثلا هي تقدم خدمات في التحليل أناليتكس، مثلا بالمجال الجديد في عالم الـIT، الـAR والـVR، الأوجمنتد رياليتي والـVirtual رياليتي، الواقع الافتراضي والواقع المعزز، مثلا المجال الجديد أيضا بلوك تشين، إضافة إلى المجالات المعروفة مثل الكمبيوت والداتابيز. وطبعا تحت كل فئة من هذه الفئات يوجد العديد من الخدمات، وأيضا كذلك ماشين ليرنينج، انترنت اوف ثينجز، جيم تك، الميديا سيرفيسز، ساتلايت ستورج، نتورك كونتنت ديليفري، روبوتكس. فنلاحظ أن الخدمات التي تقدمها هي مجالات متنوعة في مجال الـIT، منها ما هو معروف ومنتشر ويحتاجه كل الناس مثل كومبيوت، داتابيز، كاستمر انجيجمنت، بزنس ابليكيشن إلى آخره، ومنه ما هو جديد ويحتاجه بعض الناس. فعلى سبيل المثال من يعمل في مجال روبوتكس قد يستفيد، من المطورون والمبرمجون يستفيدون كثيرا من الخدمات السحابية. ونلاحظ هنا أن الأمر ليس مقصور فقط على ممن يشاهد هذه
المحاضرة أن هذا الأمر مقصور فقط على الناس الذين يعملون في مجال التكنولوجيا، لا، وإنما الأشخاص المحترفون من خارج هذا المجال قد يستفيدون من هذه الخدمات، لأنها لا تحتاج إلى خبرة عميقة في مجال تقنية المعلومات. ننتقل مثلا إلى Azure Products المقدم من مايكروسوفت Azure. قلنا أن المنصة التي تقدمها مايكروسوفت في عالم الخدمات السحابية اسمها مايكروسوفت Azure. فإذا دخلنا إلى موقع azure.microsoft.com نحصل على هذه السيرفيسز، وأيضا تقسمها مايكروسوفت إلى كاتيجوريز، إلى أصناف. أيضا لدينا هنا الماشين ليرنينج، الأناليتكس، ايدنتيتي على سبيل المثال، ديفلوبر تولز، كونتينرز، ميديا، مايجريشن، موبايل. هناك فئة خاصة بالتطبيقات الموبايل وما يفيد الموبايل إلى آخره. وتحت كل صنف من الأصناف يوجد لدينا العديد من الخدمات. فعلى سبيل المثال، إذا دخلنا إلى الـ AI والـ Machine Learning فنلاحظ أن هناك عدد ضخم من الخدمات التي تقدمها مايكروسوفت. كذلك الأمر بالنسبة لجوجل. إذا دخلنا إلى موقع cloud.google.com فنلاحظ أن الخدمات السحابية التي تقدمها، والمنصة اسمها جوجل كلاود بلاتفورم، فنلاحظ أيضا التقسيم المتشابه تقريبا من جوجل، بأن هذه الخدمات تقع تحت تصنيفات معينة مثل الـ IoT Internet of Things. وكذلك تحت هذه الصنف يوجد عدة خدمات، وكذلك مثلا Media and Gaming, Migration, Security and Identity، ومثلا Serverless Computing. هذه الخدمات التي تقدمها جوجل كلاود بلاتفورم. نحن لا يهمنا كثيرا هذه الخدمات، وإنما سنأتي إلى الخدمات الرئيسية أو الشائعة عند كل منصة أو عند منصة مايكروسوفت آجر بالضبط، ونتعرف عليها في الفيديوهات القادمة بعون الله تعالى. في أمان الله.